لحد 2009 مع الدولة ومعملوش يعني أي شيء. فأنا أرد بقى على الأستاذ مصطفى بكري، أرد على الأستاذ أحمد موسى، أرد على الأستاذ وحيد خامن، أو أرد على أي من منتقدين. طب أنا كل يوم بيجي لي رسائل، يعني أنا لما كتبت مثلا قلت والله إنجاز رائع عمله الرئيس السيسي، اللي إحنا شفنا كوبري من الكباري اللي اتعملت المحور الدولي والكلام ده كله، ده الناس طلعت هجمت، انت بايع، انت كذا، انت خاين، انت وانت 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 وانت. طب يا جماعه هو انا المشكله ان انا لو انا قلت ان كذا يبقى انا خاين، وانا بقى كل واحد من اللي هو عاوزه، فانا ما اقدرش اقف. فالاستاذ مصطفى بكري استاذي وصحفي كبير، ومن حقه ان هو يقول اللي هو عاوزه، وانا لا اعقب على اي فيه، وانا بشكره جدا اللي هو هاجمني، لاني ادى الى الناس كتير جدا تتعاطف معاه.